المهم الاخوان غادي دابا غادي نديرو كيفاش تعمر داك النموذج ديال الضمان ديال الفيزا ديك الاستمارة نتاع القنصلية، كتلقاها في السيت ديال تي ال اس كونتاكت، غادي نديرها لتحت في الليان باش تيليشارجيوها. هذه هي الفورميلا، فيها جوج ديال الورقات، الورقة الاولى والورقة الزوجة، وهذه راه تعتبر اهم حاجة خوتي نتاع الفورميلا، التعمار ديالها هو اهم حاجة بالإضافة لدوك الورق اللي كتجمع، يعني خصك تعرف كي دير باش تعمرها. يعني أي ماشي أي واحد راه يقدر يعني تخلط وتبدي تكوشي، يعني شي حوايج ضروري خصك تضبط أمورك فيهم وما يلعبولكش. غادي نبديو أخوتي من الأول، عندك في الأول السمية، أدير الاسم العائلي، داكشي راه مكتوبك شي حوايج يعني باينين وشي حوايج اللي فيهم اللعيبات نون فامي راه باينة. اسم الشخصي سعيد، المهم اكتبوه باليد ما تكتبوش بالبيسي، شي ديروا شي خط يكون زوين. لا دات دو نيسونس في زيد 1900 وكذا. هنا كدير ليو دو نيسونس، دير المدينة ديالك بركان ماروك، يعني انا دير اسمية ديال العمالة ديريكت بحال كنت زيد في شي بلاصة في ديك العمالة دير ديريكت باش ما تكترش على راسك. ناسيوناليتي ماروكان، هادي بلا ما تبقى خاوية، هادي لتحت. بالنسبة لك شارج ماسكولا، إذا كنت غادي تعمر لشي وحدة مرا ولا الوالدة ديالك ولا شي حاجة غادي تعمر لها في يمينة، ومرا باينة. هنا ايطا سيفيل، المهم ما خصكمش تنساو شي لعيبه هنا وشي حوايج تخليهم خاوينا تاني. سيليباتير، الاغلبيه ديال الدراري دي يكونوا سيليباتير، الا كنت داير ماريا دي تعطيهم سيليباتير ديرهم شهادات العزوبه، ماريا ديرلهم شهادات عقد الزواج مترجم، سي باري ديفورس ديرلهم ديفورس حتى هو بالفرنسي مترجم. غادي نفوتو دركيل، هادي تبقى خاوية. النمرة ديال لاكارت ناسيونال ما تنساوهاش، حنا عندنا اف ا تاتاتات. غادي يبقى لنا باسبور اوردينير، هاد 12 تيب دوكيمون دو فواياج، غادي تكوشيو باسبور اوردينير الاولى. وانا غادي نعاود هادي اللي عمرتها، نعاود نكابتوريها باش تطلع في التالي. هادي نيميرو دو دوكيمون دو فواياج الفرنسي، عندي تاكل الدق. المهم هادي النمرة ديال الباسبور، حنا عندنا بي اش لعيبات هاكا، النمرة ديال الباسبور ديالك راه كتلقاها لتحت، راه باينة تما. دات دو ديليفيرونس، هنايا دي دير فوقاش خديت داك الباسبور وفوقاش يكمل وفين ديتو. ديليفري بار، غادي دير بروف بحال حنا عندنا بروفينس بركان، غادي ندير بروفينس بركان يعني عمالة بركان. هنا ادريس دومين سي ضروري، غادي دير لادريس ديال فين ساكن، ديرو الفوق هنايا بحال نقولو غي هيرو حي ملوية بركان. وهنا غادي ديروا لادريس ايميل، مثلا انا غادي ندير سعيد @ gmail.com، لا ماشي ديالي هذا، لكن هنا النمره ديال التليفون ضروري تكون عندك، الا كانت عندكم الفيكس من النمره بورتابل ولا ديرهم بزوج، تقدر ديرهم بزوج تما. هادي 18 هادي تكوشيو نو حيت انت ساكن في المغرب. بروفيسيون اكتويال، هادي مهمة بزاف الخوت، هادي بالنسبة للناس اللي خدامين في القطاع، اللي خدامين مع الدولة ولا في أي حاجة، كنت بوليسي ولا مخزني ولا جندارمي، المهم أي حاجة، مغاديش دير ديك الصفة ديالك في ديك الخدمة، غادي دير فونكسيونير. فونكسيونير اللي خدام في خدمة أخرى، كاين شي خدايم عندهم سماوات بزاف، غادي دير ديك السمية اللي عندها قيمة أكتر. هنايا بحال الدراري اللي خدامين، نقولو خدام نتايا مع، إلا كنت خدام
شي خدمة مع شي شركة، غادي دير هنايا السمية ديال الشركة في 20، غادي دير السمية ديال الشركة، اسم الشركة إلا كنت موظف في البلدية ولا في العمالة، كدير السمية ديال ديك العمالة، مثلا بروفينس بركان ولا كومين بركان، يعني بلدية بركان ولا سمية الشركة. إلا كانت سمية، إلا كانت شركة ولا أنت خدام مع شي واحد مديكلاريك خدام عنده ولا شي فلاح، كدير النمرة ديال داك السيد ولا ديك النمرة ديال ديك الشركة، من الأحسن يكون فيكس، حيت باش إلا تنواو فيك كيصوني ويسولو. غادي يبقى لنا هنايا أوبجي برانسيبال 21، توريست، تكوشي توريست هنايا، دي دير فرانس، هنا دي دير فرانس، وهنايا تزيد فرانس، فرانس فرانس. كنت عمر الفورميلا، أهم جوج حوايج هي النمرة 19، البروفيسيون خصك تعرف كي دير تكتبها، وكاين النمرة 25 24. 24 غادي دير اونتخي مولتي باش يعطيوك بزاف ديال الدخولات في حالتي اللي عطاولك، وكدير 25 كتخليها خاوية، كاين اللي كيكتب هنا 4 سنين ولا 3 سنين ولا كيبقى يدير، انت دفع كبير قول لهم عطوني اللي بغيتو، من ما كتعمرهاش كتعني يعني عطوني اللي بغيتو. هادي خوتي خليوها خاوية، ما تخدشوش فيها. النمرة 26 غادي تكوشيو نو الدراري اللي عمرو دا فيزا، يعني كيقولك في هاد 3 سنين التالية واش ديت شي فيزا، الا كنت ديتها غادي دير وي، راك عارف ديجا يعني هاد الفيديو راه محال ما يفيدك بوالو، حيت ديجا دفعت وراك عارف المسائل. الى اول مرة غادي دير نو، الى ديتها ما الى ريفيزا ولا كدي تزيد نو هنا، يعني ما تخدش فيها دير نو. هادي غادي تكوشيو نو، تخليوها خاوية. انا نهضر على فيزا سياحة، هادي غادي تخليوها خاوية. النمرة 28 الخوت، دابا نفوتو الورقة التانية. الورقة التانية راه ساهلة ساهلة، مستعمر ماشي شي حاجة. أول حاجة 29 و30 هي فيها ديك الريزرفاسيون ديال لوطيل اللي تكون دايرها، ولا ديك المهم المدة اللي راك باغي تمشي فيها وترجع فيها، هي اللي دير لاداط ديالها هنا. بحال نقولو غادي نمشيو حنايا في 1/1/2016، والريزرفاسيون ديال اللوطيل غادي تكون، غادي تدخل في اللوطيل في هذا النهار، وها هو النهار اللي تخرج فيه. مثلا حنا نقولوا غادي نجلسوا 12 يوم، 12/1/2017، 2017 يعني داكشي اللي يكون في اللوطيل هو اللي حطوه هنايا. هنايا بالنسبه ل31 دير السميه ديال اللوطيل، السميه ديال اللوطيل اللي راك مريزيرفي، راه كلشي كاين في ديك الورقه هذيك اللي غادي تاع الريزرفاسيون ديال اللوطيل. هنايا عندك يا سيدي العنوان ديال لوطيل، بحال مثلا لا ديفونس باغي كدا، وديك النمرة ديالهم تاع صندوق البريد. هنا النمرة ديال لوطيل كتلقاها لتحت عاوتاني، غادي دير 00033 ولا 00032 ولا على حسب القنصلية اللي تدفع، واللوطيل اللي راك مريزيرفي. هادو يبقاو خاويين، هانتوما الأغلب ديال الدراري اللي يدفعو غادي يديرو الريزرفاسيون لا الضمانية. ها الريزرفاسيون هي الضمانية، كتخليها خاوية هادي البلاصة. مهم نكملو. بالنسبة ل33 غادي تكوشيو هاد اللولة باغ فو مام، وتكوشيو هادي أرجون ليكيد. من بعد غادي تمشيو، غادي تمشيو اللي قدامها، هادي غادي دير اوتخ هنايا، غادي دير اوتخ، ما تسيليكسيونيش اللولة، سيليكسيوني ديريكت اوتخ، وتكتبو هنايا ريزرفاسيون اوتيل. انا على الدراري اللي يديرو لوتيل، داكشي اللي كتبتيه انا انت هنا تكتب ريزرفاسيون اوتيل، ربما نكون غلط في الكتابة، مهم نتوما صحوها وكتبوها. شي الاخر تخليه هكا كيما هو، تاني تكتبوه هنا في التالي وتسنيه عاوتاني هنا، لا سينياتور حاولوا يكون نفس لا سينياتور. صافي خوتي المسائل راها باينة، الاسم العائلي، اسم الشخصي، لا دو نيسونس راه باينة، المهم داكشي قراية. شي حوايج اللي كتلف فيهم، رقم 9 دير سيليباتير ودي معاك لاتيستاسيون ديال السيليبا، ماسكولان، باسبور اوردينير في 12، النمرة ديال لاكارت ما تنساوهاش. هنايا دي دير لادريس ديالك فين ساكن، هنايا دي ديرو الايميل ديالكم، هنايا النمرة ديال التليفون، هنايا غادي ديرو نو،
المهم راه كيما شرحت لكم في المسائل الفوق، بالنسبه للدراري يسولوني على الثمن ديال شحال كتخلص. هو الثمن ديال الفيزا من كنجي من كتجي تدفع هو 60 اورو، يعني 64 الف كتولي، ولكن كتزيد عليه هذاك الفلوس ديال الخدمات، مهم التوتال كامل 910 دراهم اللي غادي تخلصوها في تي ال اس كونتاكت، 910 دراهم. يعني الواحد يدي معاه فلوس زيادة حيت تقدر توصل لروتاري يزيدو عليك واحد 25 ألف فرنك. هذا هو كيد فاش تعمر الفورميلا ديال الفيزا لفرنسا. والسلام عليكم.